أهلا وسهلا مرة ثانية. اليوم صراحة كثير أنا متشجع إني يعني أتواصل معكم، وكثير متشجع إني أورجيك الفيديو هذا لأنه كثير مهم 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 في شغل الأونلاين كامل. إن كان عندك موقع خاص، إن كان عندك يعني بتشتغل على ميرشباي، أمازون، ريد بابل، تي بابليك، أو أي منصة، حتى لو كانت كمان إتسي، حتى لو كانت منصتك الخاصة والويب سايت الخاص تبعك والموقع الخاص عندك. للي ما بيعرفني، أنا اسمي محمد الخوالدي، أنا طبيب أردني عايش في ألمانيا. اليوم راح نحكي كيف نفتش عن التريد مارك وعن الكوبي رايت، الحقوق. تمام، أول إشي لنفترض أنت يوم من الأيام جالس زي هيك في غرفتك وبتقعد تبحث مثل ما علمتكم في الفيديوهات السابقة على نيشات، إن كان ميرش انفورمر أو عن طريق ميرش ريسيرش والأداة المجانية اللي هي برودكتور فور ميس باي أمازون. ارجع للفيديوهات اللي شرحتها، بحط لك الروابط تحت وفوق أو فوق يعني أو تحت، بدي أشوف أنا إيش المناسب. لسه أنا مش كثير يعني كثير 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 إنه قوي في اليوتيوب، راح أحط لك الروابط في مكان سهل توصله. بعد ما تفتش على النيش، طب كيف بدك تعرف انك تقدر تشتغل على هذا النيش او لا؟ نفترض انه انا هسه بفتش مثل ما علمتكم بالفيديو الاخير على الترند تراكر، قلت لكم هذا الاداه المفضله لي، بحط 3 مانس 0 ل 100,000، تشوف نيش كثير عليه بيع كثير قوي، بس حيكون بين الغام موجوده بالبرنامج هون او في الميرش باي امازون بشكل عام، اللي هم اللي إلها دخل في الشركات الكبيرة أو في الأغاني، الأفلام، كتب، في أي مكان في إلهم حقوق. فبرجع زي هيك بشوف، بتفرج على النيش، اكتشفت إنه في هذا مثلا، بعرف إنه بعض الناس حيجي يحكي لي طب مو هذا معروف إنه كوبيرايت، معروف إلك بس مش معروف لغيره. خلينا نفترض إنه لقيت هذا النيش أوه عليه بيع كثير، باخده مثلا، باخذ اسم النيش، او ماي جاد بيك، فتش زي هيك مثل ما عملنا طبعا، عشان بدي اورجيكم بالخطوات انا كيف بشتغل. فانا هسه لقيت هذا النيش، بفتش زي هيك، او في 37، معناته عليه منافسه قليله. خليك معي خطوه بخطوه، ركز معي. وقبل ما اكمل، لحد ما يعمل بس لود، لا تنسى تعمل سبسكرايب عشان تتابع كل الفيديوهات اللي انا بنزلها، لا كل إشي بيتعلق بإذن الله للإنترنت اللي من ضمن معرفتي وتجربتي. ولا تنسى تعمل شير للناس المهتمة عشان يعني يكون عندهم فرصة إنهم يتعلموا مثلك مثلهم. خلينا دائما إيجابيين، خلينا دائما نتعلم ونتطور. نمشي هسا نكمل، طلعت النتائج ونمشي على نفس الخطوات. ففي بيع هون، في بيع هون، في بيع هون، يعني زي ما احنا شايفين في بيع، في اسعار واطي، في يعني كل الامور. يعني هون النيش، يعني اللي بيشوفوا هذا نيش يعني حلم حياه اي شخص انه يفوت على النيش 37 وعليه بي اس ار وريفيوز بالطريقه هاي. يعني انا باول تفكير بقول بنزل لي 20 تصميم على نفس النيش مثلا وراح اكسب منه كثير. بعد ما شفت هذا الحكي، طب انا كيف اتاكد انه حاط عليه يعني كوبي رايت؟ اول شيء بفتح جوجل، تمام، بكبس يعني بكتب اللي هو او ماي جاد بيك اللي انا فتشت عليه، طلع لي فيديو هون. يعني شوفوا، طلع لي هذا الفيديو، بيطلع لي هذا الفيديو. هذا الفيديو مكتوب جين دوسون اكسبلينز او ماي جاد بلا بلا بلا. هون مثلا شين سينج او ماي جاد، يعني اتفرجوا انتوا معي هون. فهون في فيديوهين لهم علاقة بنفس، يعني اتفرج هون الاسم، نرجع هون نتفرج على الاسم شين، شايفين دوسن. فهون بيعطيك انه هذا النيش او هذا التصميم لشخص، يعني لهذا الشخص نفسه هو اللي حاط التصميم. طيب هاي اول اشي يعني يعتبر كوبي رايت، بس ممكن مثلا تشتغل عليه. خلينا نتابع خطوة بخطوة. فهذا الحكي كوبي رايت، فما بتقدر تعمل تصميم شبيه بهذا التصميم، صعب جدا، او التصاميم هاي كلها لانه لنفس الشخص. طب خلينا نتاكد تريد مارك، لانه في شغلات بتكون مثلا كوبي رايت بس بتقدر مثلا تغير عليها وكذا وتكون
يعني بتقدر تشتغل عليها. طبعا انا ببعد عن كل الكوبي رايت وببعد عن كل التريد مارك، ما بعمل اشي شبيه. انا هيني بنبهكم، انا بس بعلمك كيف تمشي وتعمل خطوات. يعني احنا هذا النيش لا تشتغل عليه ابدا. فنيجي نفوت هون، بفوت على اليو اس بي تي او، بفوت على اللي هو التيست اللي موجود هون، سيرش اور تريد مارك داتابيس. بعدين بختار الخيار الثالث. بعض معظم 99% من الناس بيختاروا الاول، وهذا غلط بالنسبة لي. انت بتشتغل بنظام التي شيرت، فاحنا بدنا نفتش عن طريق هذا الكود. راح يعني هيو عشان تشوفوه، تمام؟ فبكتب نفس الاسم النيش. اول ما ابلش بكتب اسم النيش الكبير. فانت هون تأكد انك تكتب هذا الحكي كله. هذا الكود راح يورجيك اللي هم اللايف، يعني موجود، يعني موجود شغال مش ديد، يعني مش ميت التريد مارك. ثاني اشي هون 025 اي سي اللي هو رمز التيشيرت، لانه انت شغال على التيشيرت. اذا كنت شغال على البوب سوكيت او اي نوع ثاني، او مثلا ماكس اذا نزلوا ماجات، او مثلا يعني اي منتج ثاني، لازم تفتش على الكود تاعه وتستخدم الكود تاعه، او تفتش عليه بالنظام اللي هو الخيار الاول والنظام اليدوي. لما نيجي نفتش على هذا الحكي بنحط سبميت، ما في بقول لك تريد مارك عليه، تمام؟ نرجع ورا. تأكد انك مثلا شو تعمل، تحط مثلا اسمه هو، ممكن مرات ممكن يعني يعملوا للاسم تريد مارك، تمام؟ فأعطانا انه اسمه تريد مارك، تمام؟ شين دوسون اسمه تريد مارك، ممنوع تحطه على تي شيرت. فهو اذا في عنده هون تي شيرت محطوط عليه اسمه لا تستخدمه، مثال، تمام؟ طبعا هذا التي شيرت لا تستخدمه لانك ما راح تقدر تبيعه، لانه هذا شخص مشهور جدا جدا جدا، زي كانك حتتعدى على ديزني او غيره، تمام؟ فخلينا نعمل ناخذ مثال الان حي ما له دخل في هذا الحكي. خلينا نشوف مثلا الدادي شارك. هاي نيش مشهور، في كثير ناس للأسف يعني أغلق الأكونت الحسابات تبعونهم لأنه ما اتبع نظام البحث. فإحنا هون نفتش داتي شارك، نضغط. أول ما فتشت على داتي شارك طلعت لي أغنية، أنتم ملاحظين؟ بيبي شارك دانس، سينج أند دانس، أنيمال سونجز. لازم تفتح عليها وتشوف هل هي مبين، هو واضح الشارك الأزرق. نرجع سوري، هذا الشارك الأزرق حتى لو مغيرين فيه هو من أغنية. نتأكد من التريد مارك، لازم تتأكد. هو على كل حال إذا لقيت كوبي رايت يعني ما في داعي تتأكد، فابعد عنه. فدادي شارك هنا ما في عليه إشي، ما في تريد مارك ولكنه كوبي رايت، ما بتقدر تستخدمه. لأنه إذا أنت فتحت الأغنية حيعطيك إنه في من ضمن كلمات الأغنية دادي شارك اللي هو موجود هون، دادي شارك دو 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 دو، تمام؟ نيجي ننزل تحت نشوف مامي شارك، نفس المبدأ، تمام؟ مثلا خلينا ننزل تحت نشوف اشي، خلينا نشوف، بدي اشي يكون مثلا هاي ماي بيرفكت داي. اكتشفنا هون انه ماي بيرفكت داي بيعه 44,000، عليه بيع كثير كبير. بتقدر تفتش عليه ماي بيرفكت داي وتتأكد من تريك مارك والهاي، بس أنا بدي أفتش على إشي مثل هذا، تمام؟ بيتر أو لا، بدي هاي مثلا. هاي مش واضح إنه هل هو يعني عليه إشي ولا لا. فأنا باجي باخذ هون مثلا اسمه دكتور سيوس ثينج وان، خلينا ناخذها زي هيك. نروح على جوجل، احنا نفتش على كوبي رايت، تمام؟ نفتش زي هيك، طلع ايش عندي؟ هاي الصور ثينج وان، شايفين اشكال مبين انه جاي من مسلسل او جاي من فيلم، زي ما احنا شايفين من فيلم او مسلسل. فهذا الاشي ممنوع لا تستخدمه، تمام؟ فهذا هو الكوبي رايت. نيجي على التريد مارك، وبتفتش على التريد مارك. طبعا فتش بدون هاي لانه ما هون ثينج واحد،
ممكن تلاقي عليه اتش اف ثينك واحد ثينك اثنين، هذول تريد مارك فممنوع تستخدمهم طبعا باتباع الكود اللي اعطيتك اياه او اللي حاطيك اياه. نرجع بنشوف مثلا اشي ثاني، مثلا هاد ناخذ هاي هيك كامل، نروح هون نحطه زي هيك نشوف. لما حطيناه زي هيك طلع لي فيديوهات هون هون هون. طبعا يعني الحكم على هيك كوبي رايت صعب شوي، بس انت شو تعمل؟ خلينا نشيل هاي هيك. فهو على الأغلب والله أعلم إنه فيديو أو إله دخل في جروب معين، فشايفين كيف طلع لي زي أخبار. فإحنا بنفتش هون إنه شايفين في، فهون حاطين إنه في مجموعة اسمها SKSKSKSK، هم اللي طلعوا هاي المقولات أو هذا الحكي. أنا الصراحة لما يكون إشي زي هيك يعني ببعد عنه، ما بحب أشتغل عليه لأنه ممكن يكون اللي هو المنطقة الخطرة، فما بحب أشتغل عليه. أجي على التريد مارك أتأكد منه برضه، يعني الواحد بيتأكد. لما أتأكد ما في إشي، بس مش معناته إنه ما في شي إشي، فباجي مثلا مثلا بشيل الكلمتين هون، بعملها كلمتين زي هيك، فتش برضه ما في تريد مارك، بس هو على الأغلب كوبي رايت فما بشتغل عليه. تمام، فهي على الأغلب أغنية والله أعلم، ممكن تكون أغنية. المهم إنه أنا ما راح أشتغل عليه لأنه يعتبر خطير. فنيجي نفتش برضه نفس الشيء زي هيك كاتسلة، فبنيجي بناخذ كاتسلة نفتش على هون على الكوبي رايت أول إشي، شايفين؟ فلما فتشت على الكوبي رايت زي هيك وأنا أتفرج عليه، فأعطاني هذا الموقع. شوفي كيف هون كاتزيلا كمبيوتر بنش مارك. طب خلينا نفوت عليه نشوف شو هو. هيك التفتيش على الكوبي رايت. فلما فتت هنا بين عندي إنها شكله لعبة، لاحظوا معي أي كاتزيلا، شايفين إنه شكلها لعبة، لعبة كمبيوتر. What is Godzilla؟ أو هو شعار إلهم، يعني هو في إلهم هون إشي أو لعبة، شايفين؟ بدكم تفوتوا تقدر تعملها داونلود تشوف شو هي. هو برنامج، تمام؟ طيب يعني هو برنامج انت تقدر اذا كان برنامج وانت اللي شغال عليه ما دخله في البرنامج تقدر تشتغل عليه. ولكن نيجي هون نعمل زي هيك، ما في عليه تريد مارك، فعلى الاغلب انه تقدر تشتغل عليه. فانا شو بساوي؟ باخذ الكاتسلة هاي، باجي هون فتش، في عليه منافسة 198. فهون في القرار بيجي كيف، أنا هسه شفت إنه في إشي إله علاقة بالكاتزيلا، في برنامج اسمه كاتزيلا أو لعبة، مش متأكد بالضبط لسه، بس هو على الأغلب برنامج. برنامج طبعا هم عاملين فيديوهات خاصة فيهم كاتسيلا. اوكي يعني كاتسيلا هون طالع لي انه بعمل زي هيك عليه مبيع كثير عالي بشكل عام، خصوصا اول واحد. تفرج هون انا بشوف البراند نيم، ما في براند نيم بشكل عام، مبين عندي انه مثل يعني ديزني او اشي. فهون مبين عندي انه شوية بخوف، تمام؟ ف
فبما إنه هيك يعني شغل عليه وشوي بخوف، فبحاول إني أبعد لحد ما أتأكد 100% إنه هذا الحكي. يعني بتقدر تسأل مثلا في الجروب، تقدر تسأل ناس تانية، تقدر تسأل في الجروبات الأجنبية، هم بكون عندهم معرفة أكبر لأنهم فتشوا. إذا أنت ما عرفتش تفتش أكثر، ولكن أنا بحب أفتش أكثر، بحب أفوت تويتر، أفوت إنستغرام، أفوت الفيسبوك عشان أفتش أكثر. طبعا زي هيك أنت بتبلش بتفتش على كل نيش لحد ما تلاقي الكوبي رايت والتريد مارك الموجودين على الكود اللي هون. تمام، قبل ما أنهي هذا الفيديو حاب بس أحكي لك إنه هذا الحكي الجزء الأول بس، لأنه في برضه عندنا بحث أكثر للكوبي رايت، خصوصا الكوبي رايت. تمام، بعد هذا الحكي فخلينا هسا إيش نحكي عن بعد ما حكينا آسف على عن الكوبي رايت والتريد مارك، او حكيت لكم شو هو الكود اللي بتفتش عن طريقه اللي هو هذا الكود. طبعا بتفتش كلمة واحدة، كلمتين وجمل. يعني اذا حطيت جملة حاول انك الجملة كمان تقسمها كلمات. خليني اورجيكم مثال، يعني مثلا vintage gets the Japanese sunset زي هيك. بتيجي هون بتفتش على الجملة كاملة، إذا حكى لك ما في شيء بترجع بتشيل، يعني بصير تقسمها قسمين. فينتج كاتسلا كاتسلا، فينتج ما إلها داعي، يعني شوف كيف 3 كلمات. هيك بتفتش على التريد مارك. مثلا هسا بدي إياها بس كاتسلا جابانيز، كلمتين مع بعض، مثل هاي مع بعض، جابانيز سانسيت ما في شيء. فبتنزل جابانيز لحالها، سانسيت لحالها إذا بدك، بس عادة مش مهم إنك تحطها كلام كلمة واحدة إلا إذا كانت إشي يعني واضح إنه تريد مارك مثل ديزني أو كوكاكولا. تمام، خلصنا هيك لليوم الفيديو الأول. الفيديو الثاني حيكون بسيط جدا سريع جدا بإذن الله. حكينا عن الكوبي رايت والتريد مارك، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منه. بده بحث، بده شغل، بدك تتدرب عليه. راح احط لكم الكود اللي هاد عشان يكون سهل عليكم، فقط بتغير الكلام اللي بالنص. اذا استفدتوا اعملوا سبسكرايب عشان تتفرجوا على الفيديوهات الجديده اللي حنزلها، اعملوا شير للناس ومشاركه للناس اللي بدها تستفيد مثلك مثلها، وخذ اجر منهم لانك انت حتفيدهم باذن الله بهاي الفيديوهات. ونهاركم سعيد، واشوفكم بالفيديو الجاي.